السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم لاباس ومدوزين العطله ديالكم مزيانه. عجبني هذا التعليق هذا، وخاصه انه من رجل، وقليل من الرجال اللي كيعترفوا او لا كيسمعوا، لان الايغو طالع عند الرجال بزاف اكثر من العيالات، وكاين اللي كيعتبروا راسهم هما اللي كيفهموا، وحتى شي حد ما كيفهم بحالهم، وما كيعطوش مجال للفهم، بحال بزاف ديال الانتقادات او للهجوم اللي كنتعرض ليه في المساجات، سواء هنا ولا في انستغرام. مي ماشي مشكل، يعني كاين اللي كيفرحني هو ان كاينين الناس كيسمعوا وكيديروا الاسقاط على راسهم، وكيحاولوا يفهموا بان راه كاين واحد المشكل، شي حاجه حنا حاسين بها وما فاهمينهاش، شي حاجه كدوز في حياتنا وما كنعرفوهاش اشنا هي، شي تحديات كنتعرضوا ليها وما كنعرفوش الاصل ديالها منين جاي. بحال هذا السيد هذا اللي كيقول بانه ما عاش الحنان ديالو في الام مع الام ديالو، وبقى كيقلب عليه عند العيالات. ففي من كيطيح؟ كيطيح في العيالات اللي بحال الام ديالو، وحنا ديما اللي كنهربوا منه هو اللي كنطيحوا فيه، اللي كنهربوا منه كنجذبوه بحاله نفسه، وكيكونوا ناس اللي كيشموا فينا ديك الهشاشه ديال النفسيه ديالنا. في كو كنكونوا مثلا دوزنا واحد الطفوله اللي هي خايبه مع احد الوالدين اولا مع الناس اللي ربونا، فمني ما كناخذوش الوقت ديالنا وكنفهموا راسنا وكناخذوا واحد المجال قبل ما نتونجاجاو في علاقات مع الناس، كنمشيو وكنقلبوا على داك النقص اللي عندنا في الشخصيه ديالنا، في المشاعر ديالنا، كنقلبوا باش كنعمروه او لا غادي يعمروا لنا واحد الشخص اخر، وهذاك الشخص الاخر حتى هو كما قلت كنجذبوا نفس الشخصيه، وهو حتى هو كيكون شبعان عقد، وحتى هو عنده التحديات ديالو، فما كننجحوش في العلاقه. كاين اللي كيفيق براسو وكيخدم على راسو كتقاد العلاقه، كاين اللي كيخدم على راسو والطرف الاخر ما كيقبلش هذاك التغيير، فكيوقعوا مشادات وكيوقع الانسحاب من ديك العلاقه، اللي هو حق للطرفين، لان صافي مرحله الوعي كتبدل، وواحد فيهم كيكبر بواحد الطريقه ما كتبقاش موالمه الاخر، وحتى الاخر ما كيبقاش موالمه في طريق الوعي ديالو. ومن حقنا اننا نختاروا راسنا، ومن حقنا اننا نختاروا الاشياء والامور اللي كتسلكنا. فهنيئا لك انك فهمتي الرساله ديالي اللي انا كنحاول نوصلها، واللي مع الاسف ما كتوصلش للناس كاملين، واللي كيقول لك الوالدين خط احمر ما كيخصناش نهضروا عليهم، واللي شي تعاليق اللي جاوني وفهموا ريوسهم بان كاين واحد الطريق، كاين واحد الحل، ممكن اننا نعودوا نربيو ريوسنا، ممكن اننا نعمروا خزان المشاعر ديالنا راسنا، ما يكونش عندنا احتياج. منين كنهضر على الاحتياج معناها ان ماشي اننا حنا ما غنبقاوش محتاجين الناس، ما محتاجينش الناس يكونوا معنا، ما محتاجينش الناس في هذه الرحله الحياه اللي حنا فيها، ما محتاجينش نتزوجوا، ما محتاجينش يكون عندنا علاقات ابدا. حنا ديما محتاجين اننا نكونوا مع ناس، ولكن ما نكونوش في مشاعر الاحتياج. بحال هذا السيد هذا كيقلب على الحنان اللي فقدوا عند الام ديالو في العيالات. كاين اللي غادي يدخل، الا غنبسط لكم مثلا الناس اللي مازال ما فهموش، كاين الناس اللي ما شافوش الفيديوهات ديالي كاملين، ما فهموش بانني انا تجاوزت الامر باش قدرت نهضر عليه، راه تجاوزته، راه فهمته، راه خدمت عليه، راه قريت كتب، راه درت تحاليل، راه خديت دورات، راه شحال وانا في هذه المرحله هذه باش نقدر نوصل لهاد الافكار هذه اللي غتوضح قدامي واللي غنوصلها لكم. ومع الاسف ماشي كلشي كيفهمها كما قلت. نقدروا نبسطوا الاحتياج في ابسط شيء ممكن تفكر فيه انت ويجيك بانه عادي، وخاصه الرجال كينوض يتزوج باش كيجيب مرا تشق عليه، ما كيفهمش بانه هو راه غادي يتزوج، راه ما جايبش خادمه غادي يسيني معها كونطرا. الا كنتي جايب وحده باش تصبر ليك وتطيب ليك وتنقي لك دارك، فمن الاحسن انك تمشي تجيب خادمه على انك تونجاجا مع امراه في مشاعر، في علاقة، في وليدات، في مسؤولية، في دار، في يعني هادشي علاش كنهضر على التأهيل الأسري. ما كنتزوجوش حيت أنا محتاج وحدة اللي تجي تشقى عليا،
ما كنتزوجوش حيتاش انا محتاج وحده تجي تطبطب عليا وتجي تحن مني، حيت انا فقدت الحنان من عند والديا ملي كنت صغير. ما كنتزوجوش من الاحتياج، ما كنديروش علاقات من الاحتياج. كلمه الاحتياج، المراه ما تزوجيش وانتي محتاجه واحد يصرف عليك، خدمي على راسك، كوني مكفيه راسك، ما تكونيش غتمدي يدك للراجل باش يصرف عليك ويدير لك داكشي اللي انت بغيتي. ديريه لراسك انت الاولى باش منين تدخلي لواحد العلاقه تدخلي متوازنه. ما تدخليش تصدمي بواحد الزوج اللي هو بخيل، ما تدخليش تصدمي بواحد الزوج اللي ما عارفش اشنا هي القوامه ديالته، ما تدخليش تصدمي بزوج عنده مصروف ديالو اللي هو عطيتو شي واحد السالير اللي على قد الحال وانت باغيه طموحك اكبر من داك السالير. ما تدخليش بالاحتياج. انا كنبسط لكم هاد الاحتياجات في اشياء اللي هي ماديه، فما بالك بالاحتياجات العاطفيه؟ فما بالك بالراجل مثلا اللي ما كيخلي ما كيدير على المراه ديالو، ما كيخلي ما يجيب ليها، ما كيخلي ما يوفر ليها، ما كيخلي ما يشري ليها، وكيلقى الجفاء وكيلقى الصدود منها وكيلقى ما كاينش اعتراف ولو بكلمه زوينه. واخا حنا ما كنتسناوش شي حد اللي يقول لينا، ولكن كنبغيو نسمعوا ديك الشكر، كنبغيو كنزيدو نعطيو. وكذلك العيالات حتى هما شحال من وحده كتلقى راسها بانها ما كتخلي ما كدير على داك الراجل، كتعاونو ما كتخليهش، يعني مهم كتوقف معاه مزيان، تقدر توقف معاه ماديا تقدر، وما كيعبرش على المشاعر ديالو. فكتلقاها كتقول لك راجلي ما كيعبرش مزيان معايا في كل شيء وهذا وهذا، وما كيعبرش، ما عمره ما قال لي كلمه كنبغيك، ما عمره ما قال لي هاد الحاجه جاتك زوينه، ما عمره ما قال لي شعرك زوين، ما عمره ما قال لي واش دايره مكياج، واش ما كنسمع منه حتى شي حاجه. هو اصلا ما كابرش انه تعبر ليه على الحب من الوالدين ديالو، ما تعلمش انه يعبر على الحب، ما رباش راسو على انه يقول كلمات زوينه للمراه ديالو ويعبر ليها. كيعبر باشياء اخرى ولكن ما كيعرفش تخرج من فمه كلمه كنبغيك او انت زوينه او جيتي زوينه اليوم ولا هذا. فانت يعني محتاجه لديك الكلمات باش تسمعيها، وهو يعني عنده احتياج وما خدمش على داك الاحتياج باش يربي راسو. مثلا انا ما عمري ما كبرت في كلمه كنبغيك، كتقال لي بطريقه واحده اخرى، شفت الحنان من الاب ديالي بطريقه واحده اخرى. ما غنقولش بان الام ديالي ما كانتش حنينه، ما غاديش نحنا نمسحوا كل شيء ونقولوا بان الحياه كلها كانت عنف وكانت لا، كانوا دي مومون ملي كنت كنمرض منين هذا كان واحد المشاعر. ولكن عودت راسي على انني نقول كلمه جتام لوليداتي، عودت راسي على انني نعنقهم، عودت راسي على انني نسمع ليهم، عودت راسي على انني قد ما قديت نعطيهم الحب اللي انا ما كبرتش فيه. فما كان من المقوله ديال فاقد الشيء لا يعطيه ما كيناش. فان شاء الله القادم اجمل، ومازال جايين ان شاء الله فيديوهات زوينين اللي غادي نخدموا فيهم على ريوسنا، اللي غادي نبارطاجي معكم فيهم دي زوتي اللي استعملت. غير صبروا وما تزربوش عليا في التعاليق، ما تهاجمونيش. اكيد ملي كيكون واحد الفكر شويه جديد على واحد الفئه من الناس ما كيتقبلوهاش وما صافي عندهم واحد التفكير ديالهم معذورين، ماشي مشكل، ما مطالبينش حنا كلنا اننا يكون عندنا نفس الوعي، ولكن غير ننتقدوا بشويه، ما تنتقدوش تنتقدوش بالمعيور، لان اي انتقاد خيب فما هو يعبر غير على الداخل ديالكم. انا ما كيمسني بحتى شي حاجه، الحمد لله تجاوزت ديك المرحله ديالي اثر فيا شي تعليق ولا شي حاجه، عادي، كنعرف بان كل اناء ينضح بما فيه. تهلاو في ريوسكم ودمتم سالمين.